يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. 48 ساعة في اسطنبول، شنو الأماكن اللي ممكن تزورها خلال 48 ساعة في اسطنبول؟ هذا الفيديو راح يسوي جولة سريعة حول بعض الأماكن اللي ممكن تزورها في اسطنبول، بس قبلها احنا وين؟ احنا في أضخم مطار حول العالم، مطار اسطنبول. تعال نسوي لكم تعريف بسيط قبل ما تبدأ رحلة. هذا المطار يا جماعة الخير يتسع لـ90 مليون إنسان، 90 مليون إنسان كمرحلة أولية، والمرحلة القادمة راح يصير 200 مليون إنسان. ما نطول عليكم، خلونا نبدأ جولتنا حول أسطنبول 48 ساعة. مرحبا، إسطنبول وش يعلن؟ أهلا وسهلا، نحن في إسطنبول. Let's start. جولتنا من شارع الاستقلال وخذتنا مباشرة ميدان تقسيم، بس بصراحة نوع ما هذا المكان كلاسيكي، يعني غالبية السياح اللي يجون على اسطنبول لازم يمرون بهذا المكان. خلونا نروح على مكان مختلف نوعا ما. تعالوا يعني. احنا وين؟ احنا بالنقطة الفاصلة بين السلطان احمد والآيا صوفيا. يعني اكو حد ما يعرف هذا المكان؟ واو. اكو باللهجه العراقيه يعني يوج، اكو عرب بالطياره. لطيفه بهاي المدينه يا جماعه الخير التنوع. Where are you from? Where are you from? I am from India. India. So they are from India. Let's say hi from India. But I said I am Turkish. They are Singaporean. لعبني والله. في البدايه قال لي من الاندية، طلع من الاخر من تركيا. لعبني. يلا يلا نروح المكان الثاني. تعالوا يلا. احنا وين حاليا؟ بلاط. احنا في حي بلاط. اللي يميز هذا الحي يا شباب هو جمع بين عبق الماضي وحداثة الحاضر. اللطيف الموضوع انه البيوت حافظت على رونقها القديم او طراسها القديم، وبنفس الوقت مصبوغة بالوان زاهية، احمر اخضر ازرق من هاي الالوان. ايضا الكنائس والمعابد والجوامع يميز هذا الحي. هذا الحي ايضا مليان مقاهي ومطاعم شعبية. تقدر توقف عند واحد من المقاهي وتشرب استكان شاي او قهوة تركية والسلام عليك. تعالوا على المكان الثاني. المتعارف عليه انه الاكل التركي يا شباب مختلف تماما الا نكهه خاصه، لذلك قررنا ناخذ محطه استراحه دلكش دلكش يعني انه السينما بطبيعتها تكون مغلقة، ولكن اذا كنت تبحث عن سينما مفتوحة واطلالة بانورامية خيالية رائعة، فتل العرائس هو الوجهة الافضل. احنا ما راح نقدر نصور المكان لسبب بسيط جدا، لسوء الحظ ولحسن الحظ بنفس الوقت، ثلج حجب عنا الرؤية. يلا يا شباب ناخذكم او نلتقي معاكم بمكان ثاني. طبعا عجيب جو اسطنبول، عجيب بمعنى الكلمة. البارحة كان ثلج، اليوم شمس. هايلا بكرة أورتكو. حاليا احنا موجودين في منطقة أوتوكوي. هاي المنطقة الساحلية مطلة مباشرة على مضيق البسفور، ايضا تمتاز من وجود مسجد أوتوكوي اللي بناه السلطان عبد المجيد. ايضا اهم ما يميز هذه المنطقة هي اكل، يعني الوفل والكمبيا. يلا خلينا نركب. تعال شبيهة بطعم الدولمة، اسمها ميديا. نورتنا في عيوني، وفى أينك علينا والله.
حصار. هاي القلعة بنيت خلال 4 أشهر فقط في عهد السلطان محمد الفاتح اللي أشرف شخصيا على بنائها. ارتفاع الأسوار مال القلعة 82 متر، تحفة معمارية هندسية في وقتها. يلا على المكان الثاني. خذني مباشرة 100 متر. مينياتور يعني المتحف والحديقة. أكثر من 122 مجسم موجود داخل هاي الحديقة، عبارة عن إطلالة رائعة جدا. باختصار أن تمشي داخل هاي الحديقة عبارة عن سياحة كاملة لأهم معالم تركيا. انتهت الرحلة، سلام عليكم. وبالختام بعد هاي الجولة السريعة في اسطنبول خلال 48 ساعة، شنو أكثر مكان عجبكم فيها؟ اكتبوا لنا اكثر مكان عجبكم في اسطنبول، وبنفس الوقت قولوا لنا مكانات اللي احنا يمكن ما شفناها. سلام عليكم.